على وشك بدايات الموسم الدراسي ديال 59-60، كان تيجي واحد السيد بالبهيمة وداير في الشواريات البيدويات ديال الزيت، هو اللي تيبيع الحي كامل، تيبيع الزيت بالتقسيط. فكانت الوالدة ديالي من عنده تتاخد الزيت، ومازال الصورة ديالو بين عينيا. واحد النهار كانت دايرة ما تيسر من اللحم مع بعض الخضار، ملي طلعت على الطاوة على البرمه، طلعت عليها تشو، لقات طاوة عامرة بالرهوة الكشكوشة، يعني ماشي حاجة غير مألوفة في الطبخ. شكات في الأمر، خلات الطاوة. فاش طلع الوالد من العمل في الظهر، خبرات وقالت له: يا ودي الطيب، راه كنت تشوف اليوم الطاوة على رغوة خرجت منها، ما عرفتها واش من داك اللحم، واش من الخضرة، واش من الزيت، راه ما عرف. المهم قال لها: ريديك الطاوة. قبط منها الطاوة، حيد منها دوك الطريفات ديال اللحم اللي كاينين، حيدهم، نفضهم بيدو ساسهم، دارهم في واحد الطبسيل، قال لهم خليهم، ودى الطاوة كاملة. وبما أن السكنة ديالنا كانت مطلة على السكة ديال القطار، خرج على برا وكفح في السكة، كفح ديك الطاوة كاملة، ورجع كلاه هو دوك الطريفات ديال اللحم. بداو يبانوا لنا في حومة البرج الناس مساكن، بعض الناس ولاو تيمشيو لديك الحالة كأنهم يرقصون كيف قال، وكل واحد بطريقة. إيوا كل شيء تيتساءل، ما عرفتي إحنا دراري صغار 8 سنين 9 سنين، أشنو مال هادوك، ما مال هادوك، شي تيقول ضربوهم الجنون، شي راك عرفتي الإشاعات اللي تتبدا تطلق. ديك الساعة ما كاينش الخبر بلا راه الزيوت هي السبب. تيجي الكاميو تيوقف تما، وهادوك الناس اللي مصابين تيتصابوا تيعاينوه، تيبداو يعاونوهم، تيطلعوا في داك الكاميو وتيديوهم للمستشفى. ديك كلها الناس تقول سبيطار المينيتير، يعني اوبيتال ميليتير. علاش؟ لانه في الاصل ديالو فاش تبنى في ايام الحمايه، تبنى من اجل دوك الجنود اللي كانوا تيحاربوا في ديك حروب التهدئه في الاطلس. من بعد في داك الموقع تبنات واحد السينما سميتها سينما الملكي، سينما رويال. فتما كان هذاك هو التيرمينوس، هذاك هو الموقف الاخير للنقل. تعاطفا مع 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 ضحايا الزيوت المسمومه، تعاطفت معهم الجمعيه الملكيه للطوابع، لجمع الطوابع بمكناس، وصدر يوم 29 فبراير 1960، خرج طابع بريدي في الصورة ديالو غير مرسومين باليد جوج الناس بالعكاكز ومن موراهم المدينة، وكان لفائدة الضحايا. تما كان تيأدي لهم واحد موظف وزارة الصحة، ماشي نقولوا بلا العمالة أو لا البلدية أو لا، وهو سميتو السي المراني، ورجل ديالنا هنا ديال الحي، هو ماشي السكنة الحي، هو يسكن وسط المدينة، ولكن العشران ديالو كاملين عنده هنا عندنا في الحي، سميتو المراني، وكان مشهور باللعب التيرسي، وهو الله أعلم إلا باش تشغر ربما فلوس دوك الناس، لحقاش في الأخر نقاو عليه القبض وتحبس من العمل ديالو بالتهمة ديال تأكل فلوس الضحايا. لقاو القبض على 61 متهم، ولكن وصل دوك 61
36 منهم 36 ما متابعينش قانونيا عند العدالة، والتما باقي بقاو محجوزين ويعني ودازوا في المحكمة، فهما خرجوا الجلسة الأولى. وهذا القاضي اللي كان تيحكم على هذه القضية هو اللي حكم على العامل ديال إقليم تافيلالت، وكان تحكم بالإعدام عديو به. فهذا القاضي هو اللي حكم بالإعدام هنا في مكناس في واحد المؤسسة كانت سميتها بيرو عراب، يعني من المخلفات نتاع عهد الحماية. كانت الأمور البادية تيتكلف بها واحد المكتب اللي تيتسمى بيرو دي زراب، احنا تنقولوا له بيرو عراب. وهذا بيرو عراب هذا بقى تيأدي وظيفته بعد الاستقلال عشرات السنين، يعني ماشي بزاف. هذا فين تحيدات ديك الوظيفة نتاع بيرو عراب، ما بقات شي، ولا لو بيرو ادمينستراتيف. وتطلقات عليها كارثة الزيوت المسمومة. قبل من الجلسة خرج ظاهر ملكي محمدي ديال سيدي محمد بن يوسف فيه الحكم بالإعدام على المتهمين قبل لا يدوزوا في المحكمة. ولاني فاش دازوا في المحكمة وتيتسائل معاهم، وكان المتهم الرئيسي باع 20 طن من ديك الزيوت، وشكون اللي وهما اللي كشفوا شنو السبب علاش ديك الزيت ولات مسمومة، كانت تتخلط بواحد الزيوت خاصة لغسل الآلات الميكانيكية الموتورات، للتشحيم، القريصاج والويلاج، لتزييت القطع ديال الآلات الميكانيكية، كاع الآلات الميكانيكية اللي تيتحركوا فتيكونوا مزيتين وتيديروا لهم حتى التشحيم القريصاج. فأمريكا و100% هما لحقاش ما ذكرينش الى بلاصه، انما مذكوره امريكا. لحقاش واحد من المتهمين غادي يقول لهم الا كنتو تهمتونا حنايا باننا مجرمين فخصكم تعيطوا حتى الممثل ديال الدوله الامريكيه ودوك الضباط اللي كانوا تيبيعوا لنا ديك الزيوت. فهاد المتهم الرئيسي محمد بن الحاج عبد الله بن ناني حاول ما امكن باش ما يصوروهش الصحافه، وعرفتي ولا هو كيف يقولوا الناس هادي هو النيميرو 1 ديال ديك الجلسه. علاش؟ لان الصحفيين كاملين تيديروا ما امكن باش ياخذوا له الصور وهو تيغطي وجهه وكذا. من ضمن دوك المتهمين كان مولاي عابد من مكناس، والولد ديالو مولاي ادريس هما اشراف من سوس. المحاميين كانوا ثلاثه، كان واحد المحامي جزائري سميتو الخطيب، وكاين القديره ديالنا، وكاين محامي فرنساوي. ثلاثه ديال المحاميين في واحد الجلسه. هذاك الجزائري داك الخطيب طلب من القاضي من رئيس المحكمة طلب منه باش يحضر دوك الضباط الامريكيين اللي باعوا ديك الزيوت، لانه هذاك المتهم الرئيسي تيقول بانه الا حسبتونا حنايا مجرمين فراه حتى دوك الضباط الامريكيين راه حتى هما مجرمين. واعترف بانه باع 20 طن ديال ديك الزيت في مدة 7 شهور دون ما يبان حتى شي ضرر. من بعد عاد واش تزاد في النسبة ديال ديك الزيت اللي خاصة بالآلات الميكانيكية، تزاد النسبة أكثر من ديك النسبة اللي كانت في الأول، أو يعلم الله هادو داوي الاختصاص هما اللي
ولكن الناس ما سكتوش هاي بالصداع فوسط ديك الجلسة تاي صدعوا وهذاك القاضي بدا تيغوت سكوت 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 رجال الشرطة اسكتوا الناس ما بغاوش ما والناس قال لا هضره د العباد الله والعيالات وكذا وهذه لانهم هما جابوا جوج صفوفه ديال دوك المتهمين. ففي واحد اللحظه القاضي شاف فوكي الدوله تشوفوا ودور وجهه وقال وكل شيء سكت. هو يقول لهم القاضي اللي عاود هضر غادي يمشي 48 ساعة للحبس. وهادو زعما دوك الطرائف اللي وقعوا في خلال الجلسة. إوا أنا هذا هو عهد يعني عهدي ب يعني ب ب ب بالقضية عن قرب.